دعا مواطنون رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى تشكيل حكومة وطنية قادرة على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها البلاد، مشددين على ضرورة إعطاء الفرصة للكفاءات في تولي المناصب المهمة، خصوصا تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. نتأمل أنه يكون حكومة مقبلة تغير السابق ما حل بالعراق من مصائب ومن هذه، وتحل مشاكل الفساد هذا اللي بالبلد، وتكون متعاونة ويا المواطنين. هذا اللي نترجاه من الحكومة، ونتأمل من الدكتور عادل عبد المهدي أن يكون بهذا، يمشي بهذا السياق، سياق أنه مثلا يشوف الأوضاع اللي موجودة بالعراق، الفساد اللي موجود، وأهم حاجة هي محاربة الفساد اللي موجود بالعراق. نحن نأمل أن تكون حكومة صاحبة خبرة وتكنوقراط وصاحبة كفاءات، وهناك بالعراق مملوء بالكفاءات والخبرات، وخير دليل أنه كثير من العراقيين الآن يسيدون المناصب السيادية في دول أوروبا وبنم وعمرم وكلهم كلمة الأولى بالدول الأخرى، ولكن صاحب الكفاءة وصاحب الخبرة في هذا البلد ليس لا لا لا, لا مكان له. احنا اليوم الشعب العراقي يريد توافقات، يعني صار ملل عندنا من الحكومات السابقة، يعني ماكو ثقة بين المواطن وبين الحكومة. ليش؟ لأن وعود، كلها وعود وعود وعود، بس هاي الكابينة الجديدة عند السيد رئيس الوزراء وعند رئيس الجمهورية وعند رئيس البرلمان، يعني نأمل أكو توافق راح يصير، ويصير الثقة العالية بين الشعب وبين الحكومة حتى يقدرون يوصلون إلى بر الأمان.